هذه هي فكرة أوزفيل. بلشت أول شيء وقت تعرفت على كيوريتور 1990 اللي هي كيوريتور. قلت لها لازم نجيب فنانين من كل العالم ومن لبنان. صرنا نروح نشوف البنايات المهمولة نبلش نلونها. السكان يستغربوا إنه شو عم تعملوا؟ إنه شو بدكم؟ بنقول لهم ما بدنا شيء بس بدنا نجمل بلدنا. هيك كلهم قالوا لي إنه ليش عم تبلش بالفن؟ بقول لهم ما هو الفن يعني الإبداع، يعني هو واحد يخلق شيء حلو. اللي أنا بقول إنه ربنا خلق الكرة الأرضية كانت حلوة. نحن جينا البشر بلشنا نوسخها ونعمر ونزبل لأنه مرقنا سنتين زبالة، فكيف الله عطانا جنة وعم ننزعها؟ فخلينا نحن نبلش بالفن. بالفن فينا نتحدث نفس اللغة بكل العالم. وقتا منيجي منرسم وبنعمل رسمة حلوة الكل العالم فيها تقريها.